أحسن الله إليكم. تقول في آخر أسئلتها: ما حكم من حلف بالله وعلى المصحف على ترك ذنب ثم عاد إليه، وذلك لأنه لم يجد سبيلا يردعه عن ذلك وهو ناوٍ التوبة الآن، وما توجيهه؟ الحلف على المصحف غير مشروع، بل استخدام المصحف للحلف هذا من امتهان المصحف، فلا يستعمل المصحف للحلف، الحلف عليه كما يفعل بعض الجهال. وأما إذا حلف أن لا يفعل شيئا ثم فعله مختارا ذاكرا ليمينه فإن عليه الكفارة، قوله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهذه الكفارة، إذا حلف أن لا يفعل معصية ثم وقع فيها وجب عليه أمران: الأمر الأول تكفير عن يمينه التي حنث فيها، والأمر الثاني التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن تكررت منه الذنوب والمعاصي فإنه يكرر التوبة ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى.